للمزيد حول تداعيات الوضع السياسي وأثره على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. سيد علي الأمين، بداية مرحبا بك. حذر تقرير أصدرته الجامعة الأمريكية في بيروت من موجة هجرة جماعية ثالثة في لبنان إثر تدهور الحياة المعيشية، يعني بسبب أزمة البنزين وارتفاع سعر صرف الدولار إلى آخره. بداية، أين وصلت سفينة المحروقات التي تحدث عنها حسن نصر الله؟ حتى السفينة يعني أصبحت يعني تلوكها الألسن، وكأنه نوع من التلهي في مصير هذه السفينة. وصلت السفينة، لم تصل، انطلقت من إيران، لم تنطلق. يعني هذا الجدل، لكن هذا يعني جدل مخادع، لأنه سواء وصلت أو لم تصل، يعني الأزمة قائمة على مستوى المحروقات. والأزمة ليست، لأن كل ما يرافق الخطاب أن السفينة ستصل إلى بيروت هو الحديث عن خرق الحصار، وكأن على لبنان هناك حصار. ليس هناك، وليست المشكلة أنه يعني في مسألة النفطي، مسألة تتعلق بوصول البواخر أو عدم وصولها. هناك عشرات بواخر نفط موجودة على الشواطئ اللبنانية. المشكلة في الأموال، دفع المبالغ ثمن هذه البواخر. لنحن بنعرف أنه في لبنان الدولة اللبنانية ماخذة قرار سيء برأيي، هو دعم المحروقات، والذي يؤدي إلى تنشيط السوق السوداء وإلى التهريب، وبنفس الوقت لا يؤدي إلى يعني يحقق مطالب الناس بالحصول على المحروقات. سيد علي، مراقبون يرجعون السبب الرئيس في تدهور الحالة المعيشية للبنانيين يرجعونها إلى الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان. ترى يعني ما حقيقة هذا الدور الذي تلعبه الأحزاب، أحزاب بعينها، في عرقلة تشكيل الحكومة؟ يعني هي لا شك أنه الأزمة الاقتصادية المالية والمعيشية والتي تفاقمت إلى حد غير مسبوق في تاريخ لبنان على كل المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية، وهذا سببها بطبيعة الحال بدرجة أساسية هو الفساد والمحاصصة التي قائمت عليها السلطة في لبنان بدرجة كبيرة، وبنفس الوقت القطيعة مع العالم العربي، لأن العالم العربي كان يوفر موارد مالية سواء من الدعم مباشر أو من خلال الحركة الاقتصادية والحركة انتقال السياح وغير ذلك من الخدمات التي كان يقدمها لبنان. هذه كانت تمول الدولة اللبنانية وتمول عملية النهب. ما حصل أنه توقفت هذه الموارد، زاد النهب استمر، وبالتالي نحن وقعنا بأزمة كبيرة يتحمل مسؤوليتها نظام المحاصصة الذي يحكم لبنان، والذي يعني كانت انتفاضة 17 تشرين إذان بإسقاطه. لكن لا شك أن منظومة السلاح التي يمثلها حزب الله لعبت دورا أساسيا في حماية هذه المنظومة، وهو يشكل اليوم مرشد هذه المنظومة حسن نصر الله ومديرها، وهو الذي يشكل حاميها بقوة السلاح. بالتالي هذه القوى السياسية وهذا النظام المحافظ الحاكم في لبنان هو الذي أدى بطبيعة الحال إلى هذا الانهيار الذي يعيشه. طيب سيد علي، في تصريح لأحد النواب الأمريكيين بعد انتهاء زيارة وفد الكونغرس للبنان اليوم، بشر يعني بعض النواب الأمريكيين قالوا بأن الأزمة السياسية ستنتهي خلال ساعات وأن الحكومة سيتم تشكيلها. على أي أساس انطلقت هذه الإشاعات أو هذه التصريحات؟ لا أعتقد، يعني هذا من ملء الوقت الفراغ كما يقال بكلام محاولة خداع الناس والمواطنين. أي قرار، كلما تمر الوقت، قرار تشكيل حكومة أو أي اتخاذ قرار الانتقال من هذه المرحلة لمرحلة جديدة، بات واضحا أنه هي تتطلب إجراءات مهمة أساسية. تحاول هذه السلطة الهروب منها، هذه المنظومة الحاكمة الهروب منها. يعني هناك استحقاقات على صعيد العلاقة مع صندوق النقد الدولي، هناك نقاش مطروح، وهناك شروط يضعها صندوق النقد، هناك إجراءات لابد من أخذها على مستوى دعم النفط الذي أدى إلى دفع الدولة للموازنة 15 مليار دولار خلال سنة ونص لدعم محروقات تهرب سوريا وتهرب. هذا الوضع القائم يفيد هذه المنظومة الحاكمة. أي انتقال لأي حكومة مهما كانت هذه الحكومة هي ملزمة باتخاذ سلسلة إجراءات أمام اللبنانيين وأمام المجتمع الدولي، خاصة أن لبنان يطالب بمساعدات أو بقروض من الخارج، وبالتالي ملزم بهذه الإجراءات. هذه السلطة اليوم أو هذه المنظومة الحاكمة تريد الهروب من هذه الاستحقاقات بتأشيل
تشكيل الحكومه، وبهذا المماطله وهذا الخداع لنلاحظه اليوم، حتى صرف ما يمكن صرفه من كل ما تبقى من اموال المودعين في المصارف اللبنانيه. هذا الخطر الحقيقي، لانه هذه السلطه لا تهتم بشؤون المواطنين ابدا، كل هاجسها هي تحصيل مكاسبها الخاصه، وايضا بالبعد السياسي وتوفير نظام التهريب، حمايه نظام التهريب باتجاه سوريا، والذي بطبيعه الحال يتم لصالح منظومه الاسد في سوريا. اصبحت هذه المنظومه تعتاش بشكل كبير من نهب الشعب اللبناني من خلال الموارد. هنا اللي هنا ايضا الشعب اللبناني المنهك نتيجه هذه الظروف، في ظل كل هذه الظروف الصعبه، الرئيس الايراني صرح بان جغرافيا المقاومه لم تعد مقتصره على لبنان وفلسطين. ترى يعني الشعب اللبناني كيف يعني يقبل، طبعا وهو شعب منهك ومتعب بسبب هذه الظروف، كيف يقبل بالدخول في مغامرات لإرضاء إيران؟ يعني خلينا نقول هذه البروباغندا اللي استخدمها المنظومة الإيرانية في المنطقة بما يتصل بالمقاومة وهذا الشعار، يعني فقط هذا الخداع. نحن خلال العقد من الزمن يعني على الأقل شهدنا حروب إيرانية على امتداد المنطقة العربية، لم نشهد طلقة واحدة باتجاه فلسطين المحتلة أو من أجل تحرير، والذي هو هذا الشعار الذي كان يرفع دائما، يعني تصادم المعارك في سوريا والعراق وفي اليمن وفي أماكن متعددة تحت عنوان فتح طرق للقدس. القايد حققوا الإنجازات والانتصارات كما يقولون في سوريا وفي. نشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية السيد علي الأمين، شكرا جزيلا لك.